متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير لكم. نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم، الطقس يستقر في عموم المناطق، ينقشع الضباب بشكل تدريجي في المناطق التي يغطيها الآن الضباب في بعض مناطق السهول الشرقية والبادية. يتوقع أن تسجل درجة الحرارة اليوم العظمى في العاصمة أعمال حوالي تقريبا 14 درجة مئوية، مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية أو على ارتفاعات مختلفة وهي غير ممطرة بشكل عام. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة. سنبدأها من الشمال، من إربد 16 إلى 7، عجلون 13 8، جرج 16 9، وفي مفرق 16 إلى 7 درجات مئوية. في وسط المملكة في عمان 14 8، البحر الميت 21 14، في مأدبة 14 7، السلط 14 9، وفي الزرقاء من 17 إلى 7 درجات مئوية. في المناطق الجنوبية من المملكة تكون في الكرك 14 8، الطفيلة 12 9، جبال الشراح 11 إلى 8 درجات مئوية، معان 16 7، وفي العقبة من 22 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تكون الصغرى الليلا حوالي 16 درجة مئوية. أما في المناطق الشرقية فتكون في أرويشت 17 6، الصفاوي 16 6، وفي الأزرق من 17 إلى 6 درجات مئوية. هذا كان كما دينا بشأن الأحوال الجوية لهذا اليوم. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد ومشرق أينما كنتم. دمتم بخير، إلى اللقاء.